بالنسبة لفكرة تعديل القانون بالنسبة لتقنين تمام العمل في المحلات دلوقتي، تمام. تعديل القانون، احنا يعني المشكلة انه اثيرت حاجات كتيرة جدا، ان اختصر الناس كلها اختصرت موضوع ده. كان اقتراح من الشعب العامة للبصريات، لان القانون اللي احنا بنشتغل بيه قانون 192 لسنة 59، فطبعا في قصور كتير جدا جدا جدا. احنا كان يهمنا ان احنا تعديل القانون. كان اهم نقطة في تعديل القانون اللي هو تجريم بيع النظارة الطبية او النظارة عموما خارج المنشآت البصرية المرخصة لها من وزارة الصحة. تمام. النهاردة ما ينفعش، انا اسف، مع احترامي الكامل لجميع المهن، ما ينفعش في سوبر ماركت اخش الاقي نظارة، ما ينفعش في صيدلية اخش الاقي نظارة. ده ضر بالمجتمع وضر بالشخص اللي بيلبس النظارة. النهاردة حضرتك ينفع تخش النهارده في سوبر ماركت ويقيس لك سكر او يقيس لك ضغط او يعمل لك تحليل؟ ما ينفعش. فبالتالي برضو انت النهارده احنا قلنا تجريم بيع النظاره خارج نطاق المنشاه البصريه، ودي كانت اهم نقطه، وتغليظ العقوبه على كده، لان برضو ما زالت في قصور في العقوبات. فالنهارده ده اللي طالبنا بيه. طالبنا النهارده ان يبقى في نظاره شمسيه، هي نظاره طبيه، النظاره الشمسيه ناس فكره انها كماليه او ديكور، لا 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 لا. النهارده في اللي هي طبقه اليو في الالترا فايوليت اللي هي حمايه من الاشعه الضاره، فالنظاره الشمسيه النهارده هي نظاره طبيه. فانت في مشكله كبيره جدا يا استاذ احمد عند النظارات الرخيصه اللي بتتباع رصيف، خطر جدا. حتى الخامه بتاعتها يا استاذ احمد مش العاده. انت حضرتك النهارده لو مش لابس نظاره وماشي في الشمس، فسبحان الله انت من نفسك بتروح تلاقي، بتلاحظ، بتروح قافل عينيك لتقليل كميه الايه الاشعاعات الضاره اللي داخله على العين. تمام. لما يكون قدامك سطح معتم او سطح يعني اللي هو الغامق، فانت عينك بتتفتح فبتستقبل الاشعه دي بكميه كبيره. فلو احنا جايبين عدسه رديئه ما عليهاش طبقه الحمايه او اليو في، فانت بتخش على عينيك النهارده كميه اشعه ضاره جدا. فالنضاره الشمس كمان مهمه جدا، ودي انا عاوز يعني مش بتكلم على السعر، انا مع احترامي الكامل لكل الناس، انت تلبس حاجه ما تضركش،